نبني قداسنا اليوم بتمثيلية العيد، يعني قبل القداس حتى بعدين القداس نواصله بدون أن يكون انقطاع. مثل كل عام مثل هذا اليوم يكون عندنا لمة ثانية، تمثيلية ثانية، الغاية منها أن نساعد أخوتنا المحتاجين في العراق. إذن هاللمة الثانية 60% راح تكون للمحتاجين من العراق، 20% تروح لي طلاب السمنير مالتنا لتسد مصاريف مالتهم، 20% الأخرى تكون لدعم صندوق تقاعد كهنة الأبرشية، أيضا لمساعدة المحتاجين بالعراق. وعندنا شخص مبرع بالعسل موجود مدخل الكنيسة اللي يريدون يساهمون بهذا الشيء. فإذا أطلبكم أن تقعدون حتى نقدر نحتفل سوا بهذه التمثيلية اللي يقدموها الأطفال مع الكنيسة. قمت لا أدهش إن إخوالي خطفنا بالقعوة ملكوثة برنشوثة نويو ملكة واو بسارة التي تهت معنوية وخوالي ما تفشان من بيت الحامل. Thank you.
وحتى لا مرمي
المجدون ألا والابن والروح القدس إلى الأبد آمين إلى النهاية حبا ومارا وآمين قد بسيموا في الحبوب بارينا من بلاد حق وذوق مستهل قد قبل كثير من العلوبية من إشمية دام شكرونون في عود القالة بيتهم كل التمنين عن عبوهم دائمي واجمع ربارو يكل العلمين الحب والرجاء والخلاص التي تنفع انفسنا واجسادنا فنريد
المجد الدائم كل حين يا رب الكون الآن والابن والروح القدس إلى الأبد. وقبل أن يأتي الإيمان كان الناموس يحفظنا مغلقا علينا للإيمان الذي كان مشرعا أن يعلن. فالناموس إذا كان مؤدبنا يرشدنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. فلما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدبين، لأنكم جميعكم أبناء الله بإيمان يسوع المسيح، لأنكم أنتم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا أممي، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعكم واحد في يسوع المسيح. فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن ذرية إبراهيم وورثة بحسب الموعد. وأقول إن الوارث ما دام صبيا فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه سيد الجميع، لكنه تحت أيدي الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي أجله أبوه. وهكذا نحن حين كنا صبيانا كنا متعبدين تحت أركان العالم. فلما بلغ منه الزمان أرسل الله ابنه فصار من امرأة وصار تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس وننال نحن ظهيرة البنين. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم الداعي يا أبا يا أبانا. والنعم والسلام على جميع الأخوان. فلنقم باستعداد ونسمع الإنجيل المقدس. زلهم يوسف من ناصرة مذيت بقاوة جليل ليهود
لم تتداول بيش قريثة بيت الحيم بسبب دويوة من بيت الداول من عشير الدين من مريم بختي قدوها ويقول تتبيش مكث وتامك وإلى قدري تامك من لا يماثى تدموية موية برونا بخرى كم خذال ببرسياد كم دريال بغور بيد الثوالة دكثة إيك دواوا خيث إثوى شبان بقاودة دكثة واو بالطارة نوب الليل المرايا ثيم والمناخد الاثي لقيبي وتشبحت مريا بيرا اللي زديل ازدولا ميرطة ليمة داخل زلوتون ولكم بشر النوخون وصفوت رفتو يا تكل علما بشلو يا طلوخون اليوم خصانا دي لمريم شيحة من بيت الداون وابي طلوخون نيشان خازوت يا لغضيها ببرسيات دريا بورم الغفلة بشتى خزية من ملاخ خيل وافة كبير دشمية كداني بشبو حتى لها بمارا out of the field keeping watch over their flock by night.
And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, Be not afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased. Shuha. على الأقل يجيبون هاي الورقة. طب ليش اخترنا هالصوف؟ القوي ياكل الضعيف. وش عنده علاقة بالعيد الميلاد؟ يسوع هو حق. بعد ليش كنت مسكت الكتاب المقدس فيه؟ طلع قرأنا في شيء. خبز الحياة. خبز الحياة هذه. ليش؟ ليش كنت نزلت اليوم عندكم هون يبان واقف هون حالي؟ قولي مو أحكي. أريد اليوم أن يكون عندنا أكثر ارتباط مفهوم عيد ميلاد الرب يسوع المسيح الحقيقي. أوكي الصورة هي أمنية إشعياء النبي، أمنية حقيقية بيقول بها أنه في وقت المسيح الأسد والحمل يربضون سوا ويأكلون اثنيناتهم العشب. إذن الأسد اللي هو رمز الافتراس، اللي هو predator، هو مفترس،
والحمل اللي هو رمز الفريسة راح يعيشون سوا. ما كان قرأ إيش يعني؟ كان قرأ إيش يعني؟ تنسي. ما كان قرأ إيش يعني؟ ولا واحد. بهنا بعد. ما بناش إلا بس نتش مناشة بس خاصة. خاصة إذا معلنا خاصة مصخر بهذا أوكي. بعد. عشرة أوكي. بعد كم خاصة إذا إيه. Thank you very much. أوكي. أكو راح أعطيكم واجب بيتي. ثلاث فصول. تقرأها. ورا ما تأكلون الباكر ورا ما تخلصون وقبل ما تلعبون تصبير وقبل ما تلعبون كركان وقبل ما تسوون كل شيء ورا ما تفتحون الهدايا خلوكم فد وقت غدا خلوكم فد وقت تقرون الفصل الأول من إشعياء تقرون الفصل السابع من إشعياء تقرون الفصل الحادي عشر من إشعياء الفصل الأول أكو دعوة الله لإشعياء اللي يقول بها أنه الشعب مالته هو شعب كنكر نكر أمر بعيدين عنه الفصل السابع ده يوعد الله أنه ها إن العذراء إذا أنسى أمدا ساعدون أن العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه الذي تفسيره الله أوكي هذا الفصل السابع على الأربعة فصل الحادي عشر كل تقرونه كل تقرونه راح نقرأ ما يلي إذا ما قدرت ولا شو زين لأنه هم أنا داش لا بعد كتبت السبعة أوكي. ويخرج غصن من جذع يسر وينمو فرع من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة وتقوى الرب ويوحى له تقوى الرب فلا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع اذنيه بل يقضي للضعفاء بالبر ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة يضرب الأرض بغضب بقضيب فيه ويميت الشرير بنفس شفتيه يكون البر حزام حقويه والأمانة حزام خصره فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويعرف العجل والشبل معا وصبي صغير يسوقهما ترعى البقرة والدب معا ويربض أولادهما معا والأسد يأكل الجبن كالثوب ويلعب الرضيع على جحر الأفعى ويضع المجب يده في جحر الأطخب لا يسيئون ولا يفسدون إذا نعرف وقت إشعياء وقت إشعياء كان لمن مدينة أورشليم محاصرة من الكلدانيين أو الأشوريين وقت السد بداية السد والسد بالنسبة لإشعياء كان قصاص قصاص بسبب خطايا كثيرة كثيرة مال الشعب اليهودي ولكن كيقول لهم أنه الأمل موجود
وكي يشبه يقول مثل البطمة، شجرة البطم، شجرة الجوز، وإن عتقت ويبست راح تطلع فسيلة بصم جذع، هذا الجذع يكون الشجرة الجديدة. إذا اخترت أو أبونا أندرو أنا اخترنا هذه الفكرة لعيد الميلاد لهذه السنة لأنه ولو بعد 2000 سنة ستيل الأسد والحمل ما يقدرون يعيشون سوا، لا بس بالغابة، بغابتنا غابة البشر لا زال مثل ما نقول القوي مثل ما نقول فزالت صحية. الشيء اللي أردت أن هذا العيد إلنا أنا كخص مسؤول بهالكنيسة، الشيء اللي أردته هو أنه هل عدم المحبة، هل عدم السلام لا زال في داخل عوائلنا؟ أخوة، أخوات، أب، أحياناً أولاد، ناس قريبين على بعض، نتزاعل متخاصمين ويريدون يأكلون واحد الآخر إلى حد ما، لربما لا أبالغ ولكن أقول شيء من هالحقيقة في بعض الحالات هي جداً قوية بحيث عشرات السنين ما يحكون واحد مع الآخر. إذا أريد أقول من عندكم أن عيدنا لهذا العام أن يكون عيد مصالحة. إذا أكو بيناتنا أو تعرفوا الناس أناس متزاعلين، حاولوا أن تجيبون السلام بيناتكم. إذا أنت متزاعلين وصوت الآخر 100%، شو تسوون؟ أوكي، أنت متجاوب. نروح نسامح. يسوع يقول أنت تقدم قربانك على المذبح وتذكرت أنه أخوك عنده عليك فد زعم، هو عنده عليك زعم، والخلي قربانك وروح صالحه وبعدين ارجع وقدم قربان مالك. إذا أمكن هذا الروح الوئام، هذا روح السلام، هذا روح الفرح الداخلي يجيبنا هو يسوع، بس لازم نفتح قلوبنا. إذا قلوبنا ما مفتوحة راح تكون مثل واحد داخل غرفة برا هي شمس بس الأبواب والشبابيك والسترات القوية مسدود، شمس ما تقدر تفوت، لازم نفتح الستائر حتى الشمس، شمس نعمة الله، حب مالته، سلامه يدخل قلوبنا. آمين.
كثير مكانات إذا تحبون تجون، وبلكن إذا تشوفون أكو مكان فراغ رجاء شوية تتحاشكون حتى يقدرون يقعدون البقية. نؤمن في إله واحد الآب وابن الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور، إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي
Thank you.
بدم ربنا يسوع المسيح الغافر بسم الله
لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله إلى فرح وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد. لنبدو معا بخوف ووقار إلى سر جسد مقدسنا وكله الكريم، ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صحيح، لأن وحيد الله أخلى من أجلنا من البشر نفسا ناطقة عاقلة خالدة، وبشرائعه المحية وصلاحه المقدسة أتى بنا من الضلال إلى معرفة الحق. بعدما كمل تدبيره من أجلنا امتحن طبيعتنا بباكورة الصليب وقام من بين الأموات وسلمنا أسراره المقدسة كي نذكر بها في نعمته العظمى علينا. فلنعتقد إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وإرادة مضطرعة، ولنرجع عن آثامنا متألمين عن خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل وصابحين لإخوتنا زلاتهم. Thank you.
يكون عيد الميلاد مبارك علينا جميعاً.